بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الويف ديفراكشن والمساله بتاعته اللي هي بتيجي عليه. مبدئيا الويف ديفراكشن هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي الموجه اللي بتتحرك عادي في اتجاه الشور لاين. فالموجه ديت اتكلمنا قبل كده ان الموجه لما بتتنقل من مرحله الديب زون للشالو زون للترانزيشن للشالو بيبتدي ايه الخصائص بتاعتها تتغير، سواء الطول الموجي سواء الارتفاع بتاع الموجه اللي هو الاتش. الثابت الوحيد اللي عندي هو الايه؟ هو الزمن. فبالنسبه بقى ان الموجه لو قابلت عائق مثلا زي تبه زي دي كده في المياه، الجزيره قابلت بريك ووتر اللي احنا بنعمله مثلا زي اللسان اللي هو في راس البر وكده، فايه اللي بيحصل بقى الايه للامواج دي؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه في الشابتر ده، وازاي نحسب الخصائص الجديده بتاع الموجه واهمها اللي هو الارتفاع بتاع الموجه بعد العائق بتاعي. هبتدي احسب ارتفاع جديد عن طريق المساله اللي انا كنت النهارده. طيب مبدئيا دي اشكال تانيه للويف ديفراكشن، ان انت الموجه بتبقى بتتحرك بالشكل ده كده، اول ما تقابل عائق في فتحه اهو ما بين عائقين فيبتدي شكل الموجه يتغير بالمنظر ده، وهكذا هنا الموجه ماشيه عادي واول ما قابلت فتحه واتنين عائقين كده يمين وشمال ابتدى شكل الموجه ده ايه يتغير. كان شكل الموجه ستريت لاينز كده، الموجه بدا شكلها يتغير بالمنظر ده، بدا ايه شكلها يبقى شكل قوسي بالمنظر ده. في حاجه بقى بتفرق معانا في الحل، ان احنا الموجه او الفتحه اللي الموجه هتبدا تخبط فيها لو فتحه ضيقه او فتحه ايه كبيره. الموجه لما تكون الفتحه بتاعتها ضيقه كده بالمنظر ده اللي هي بتعدي منها بيحصل ديفراكشن بصوره كبيره. الديفراكشن عموما بالعربي هو الحيود او التغيير في شكل الموجه. فالتغيير او الحيود بتاع الموجه لو الفتحه ضيقه بيبقى ايه؟ بقى تغيير كبير. لما شايف كانت ستريت لاينز بقت ايه؟ الشكل الدائري ده. انما الفتحه كل ما تزيد كل ما تلاقي ايه؟ شكل الموجه تقريبا بيقرب من الشكل الاصلي اللي هي ايه؟ اللي هي داخله بيه. فهيفرق جدا معانا العرض بتاع الفتحه الجاب اللي انا بشتغل عليه. فلو انت شفت معايا الصورة التانية دي هتلاقي ايه؟ ان انت يعتبر في الفتحة اللي هي الكبيرة دي يعتبر ايه؟ تقريبا ماشيين ستريت زي ما كانت ايه؟ داخلة ستريت، انما الفتحة الضيقة دي فالشكل قدامك ايه؟ شكل قوس كده. هتشوف فيديو كده صغير عن حركة الموجة وهي ماشية من ايه؟ من الفتحة. ده هو عامل تجربة جايب اتنين بريك ووتر كده ومعدي من بينهم المية في الايه؟ في المنطقة دي كده. وابتدى يعدي الميه وهيشوف شكل ايه؟ شكل الميه عامل ازاي؟ فجاء هيجيب قطاع كده بلان لشكل الحركه، زي ما انت شايف الحركه كانت ماشيه متوازيه كده بدا ياخد ايه؟ الشكل القوسي بتاعك ده. طيب ايه اللي هيحصل لو انا ابتديت افتح اوسع الفتحه دي؟ هتلاقي ان الشكل بتاعك بدا يوصل للشكل ده كده. شايف ده كده الفتحه ضيقه؟ الشكل ايه؟ القوس عمال يزيد، كل ما يوسع الفتحه كل ما يوسع وابتدى دلوقتي يوسع الفتحه جامد اهو، فتحه وسعت خالص فبدا الشكل ايه؟ تقريبا يبقى ايه؟ شكل ايه؟ الشكل الاصلي للموجه وهي ايه؟ وهي ده. وده الشكل اللي بيحصل وانا ايه؟ ابتديت اضيق الايه؟ الفتحه دي. فموضوع الجاب ويتس ده بيفرق معايا جدا في الايه؟ في الحسابات وبيفرق معايا في الحل. طيب علشان موضوع الجاب ويتس ده ابتدينا نصنف البريك ووتر اللي الميه بتبتدي الموجه تخش عليه ليه؟ لنوعين. النوع الاولاني ان انا بعتبر ان الميه بتتجه نحو سنجل بريك ووتر، يعني انا بعتبر ان هو لو هو اتنين وفي بينهم فتحه فالفتحه دي لو زادت عن قيمه معينه انا هعتبر ان الموجه دي داخله على بريك ووتر واحد بس والتاني ده ههمله خالص، ويبقى له طريقه حل مختلفه خالص عن ايه؟ عن ان انا اشتغل على اللي هو ايه؟ الدبل بريك ووتر. طيب النوع الثاني اللي هو الدبل، لو الفتحه دي ضيقه بايه؟ بنسبه معينه ابتدي اشتغل ان هي ايه؟ ان هي دبل، ان انا ايه هبتدي اقول ان الموجه جا خبطت في الاثنين حائل، مش حائل واحد بس، لا البريك ووتر اللي هنا والبريك ووتر اللي هنا، فانا هبتدي اشتغل على الاثنين دول، ده وده. انما هنا انا لقيت ان الجاب كبير فكان مثلا الحائل الثاني هنا كده، فانا ابتديت اشتغل على واحد بس منهم وهجيب منه الايه الاتش الجديد. طيب النسبه اللي انا بحكم بيها هل انا اشتغل سنجل ولا دبل هي ايه؟ ان انا بقسم البي على ال، البي دي اللي هي جاب ويتس، يعني انت عندك البريك ووتر ده وده كده في ما بينهم جاب اهو، فانا البي اللي هي العرض اللي ما بين الجاب ويتس ده كده، العرض ده المسافه اللي ما بين الاثنين حائل، اقسمها على الطول الموجي للموجه عند المكان اللي فيه الحائل بالظبط، يعني الطول الموجي بتاع الموجه اللي داخله عند مكان بتاع الحائل. يعني لو جاب لك مثلا الطول الموجي للموجه دي في الديب زون فانت لازم تجيب الطول الموجي الجديد اللي عند الحائل، تقسم بقى البي على ال
يجيب لك نسبة، النسبة دي لو أقل من أو تساوي 5 هشتغل دبل بريك ووتر، طب النسبة دي لو أكبر من 5 هشتغل سنجل بريك ووتر. طيب إزاي بجيب الاتش الجديدة لو أنا شغال سنجل، وإزاي بجيب الاتش الجديدة لو أنا شغال إيه؟ شغال دبل. القانون اللي إحنا بنشتغل عليه إن الاتش عند النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها اللي بتكون ورا الحائل، أنا عندي البريك ووتر أهو، وده النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها. لا إحداثيات، إحداثيات دي بتبقى إكس واي. الإحداثيات دي دايما لو أنا هشتغل سنجل بتبقى مقاسة من الرأس بتاع البريك ووتر بتاعي، من التب بتاع الإيه؟ البريك ووتر. فبتبقى مقاسة من النقطة دي، يعني لو جاب لك أبعاد من السنتر بتاع الجاب، يعني السنتر ما بين الاتنين بريك ووتر، أنا هشتغل على إيه؟ على الأبعاد الجديدة اللي هي من بداية البريك ووتر لحد النقطة اللي أنا بحسب عنها. فالاتش عند النقطة اللي هي الاي دي هتساوي الاتش عند بداية الحائل هنا كده مضروبة في معامل الانتشار اللي هو الكي دي. الفكرة كلها انت ازاي تجيب معامل الانتشار. معامل الانتشار ده انا بجيبه بطريقة في السنجل وبجيبه بطريقة تانية في الدبل. طيب لو طريقة السنجل انا بجيبه ازاي؟ انا بدخل جدول، الجدول ده عبارة عن زي ما انت شايف كده، اللي فوق ده قيم بيتا، زاوية مقدارها بيتا، وعندك القيم ايه بالدرجات من 0 15 30 45 وهكذا لحد ايه 180 درجه. ولو شفت تحت كل بيتا هتلاقي ارقام معينه، الارقام دي متقسمه لاجزاء. اولا الجزء الاولاني ده بقول لك لو السيتا ب 15 درجه، السيتا دي زاويه ثانيه خالص. فانت عندك دلوقتي يبقى في الجدول حاجه اسمها بيتا فوق خالص هنا كده، وبعدين متقسم كل مجموعه من دول تحت ايه، تحت زاويه اسمها سيتا زي ما انت شايف كده. ادي البيتا بالزوايا بتاعتها كلها من صفر لحد 180، وتحت هنا هتلاقي كل الارقام دي كده تحت زاويه اسمها ايه؟ سيتا ب 15، وهنا كلها تحت زاويه سيتا ب 30، وهنا كلها تحت 45. طيب القيم دي كلها ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ عباره عن نسبه الار على ال، اللي هي النسبه دي كده الراسيه دي. الار دي هي المسافه المستقيمه من نقطه الراس بتاع البريك ووتر لحد النقطه اللي انا بحسب عندها، بنسميها ار. طب ايه هي ال؟ هو الطول الموجي للموجه عند البريك ووتر. هنشوف هنحسبه ازاي وهنشوف هنحسب الار ازاي. طب ايه هي البيتا والسيتا بقى؟ دلوقتي لو رجعنا تاني للرسمه بتاعتي هتلاقي ان انت عندك البريك ووتر اهو والنقطه اهي، فالخط الواصل ما بين الراس هنا التب اللي هنا لحد النقطه بنسميها ار. فلو عندك احداثي اكس وواي فانت هتجيب الار دي. الار دي هنجيبها ازاي؟ اللي هي الجذر التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع. طيب بالنسبه بقى للزاويه اللي ما بين البريك ووتر وما بين النقطه، شايف انت الزاويه دي كده؟ دي اسمها البيتا، اللي هي الزاويه دي اللي ما بين البريك ووتر ده وما بين الخط اللي هو الواصل بالنقطه اللي انا ايه بحسب عندها، دي البيتا. طب ايه هي السيتا؟ السيتا هي زاويه السقوط بتاع الموجه بتاعتي على الايه؟ على البريك ووتر. فلو قال لي مثلا ان الموجه جايه على بريك ووتر بزاويه 90 درجه، فانا بشتغل على ان السيتا ب 90 درجه. هو قال لي زاويه مثلا ب 45، فانا بشتغل على ان الزاويه بكام؟ ب 45. فالسيتا هي زاويه السقوط بتاع الموجه على البريك ووتر، والبيتا هي الزاويه بتاع الايه؟ من الخط اللي هو ايه وصل النقطة بتاع الايه اللي انا بحسب عندها اللي هي خلف البريك ووتر. والار اتفقنا ان هي الخط المستقيم ده، وبنحسبه ازاي؟ من فيثاغورس، اللي هو الار بتساوي الجذر التربيعي الاكس تربيع زائد واي تربيع. وزي ما انت شايف ده اللي بيبقى معطى، بيديك زاويه السقوط وبيديك الجاب او يديك نوع البريك ووتر على طول، يقول لك سنجل او دبل، وبعدين بيقول لك عمق الميه عند البريك ووتر ده بكام، وعمق الميه ده عجولي ليه عشان اجيب منه ال ال الجديده، يا اما يجيب لي ال ال مباشر يا اما يجيب لي النسبه، يجيب لي الدبس فانا اقدر اجيب منه ال ال الجديده. وبعدين هيقول لي احداثيات اللي هي الاكس والواي مقاسه من طرف ايه؟ من طرف الحاجز، او لو مش مقاسه من طرف الحاجز هروح احسبها من طرف الحاجز. طيب انا بعمل ايه؟ اول حاجه انا عايز اجيب ال ال الجديده بتاعت ايه؟ بتاعت المساله. انا عايز اعرف الطول الموجي للموجه دي عند الحاجز، مش الطول الموجي اللي في الديب زون اللي هو ممكن يكون جايبه لك. فانا الاول هعمل ايه؟ احسب ال الجديده. ال الجديده دي ممكن استخدم جدول اللي هو اخش بنسبه الدي على ال نوت، واتفقنا ان دي الدبس بتاع الموجه عند الحاجز، فانا بقسم دي على ال نوت اطلع رقم. الرقم ده اروح اخش جدول اللي هو ده بالدي على ال نوت اطلع حاجه اسمها الدي على ال، الدي على ال اللي هي ال ايه؟ ال الجديده اللي عند الحاجز. من النسبه دي هقدر اطلع عليه ال. طيب في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه ان انت تستخدم الجدول، تستخدم القوانين اللي كانت في الجدول اللي احنا ايه اتكلمنا عليها السكشن اللي فاتت.
اللي هو احسب الاول الدي على ال نود النسبه دي على حسب نوع الزون اللي عندي. الزون لو ترانزيشن يبقى القانون بتاعها اللي هو القانون الكبير اللي هو ال ال بيساوي الجي في التي تربيع وهكذا تكمل القانون. يا اما لو طلع شالو فتشتغل بقانون ايه اللي هو التي في جذر الجي في الدي. فانت ممكن تجيب ال ال بالجدول ده لو معطى جدول ده لو معطى هتجيب منه ال ال الجديده، لو مش معطى هتستخدم القوانين بتاع الشابتر 2000 عادي جدا. هتعرف نوع الزون ومن نوع الزون هتقدر تستخدم القانون المناسب تطلع منه ال ال. جبنا ال ال اروح احسب بقى الار اللي هي الخط المستقيم ده من الطرف الحاجز بتاعي لحد النقطه اللي انا بحسب عندها، وبعدين احسب نسبه ار على ال. وابقى انا كده معايا ار على ال ومعايا السيتا ومعايا البيتا. قلنا السيتا زاويه السقوط، ار على ال دي النسبه اللي انا هستخدمها، البيتا هي الزاويه اللي انا ايه بحسبها من هناك. طب احسبها ازاي؟ تان ماينس 1 الواي على الاكس، زاويه عادي خالص اجيب لها التان بتاعتها اللي هي ايه واي على الاكس، اجيب تان ماينس 1 اجيب الزاويه بالضربات، واخش الجدول ده بالبيتا والسيتا واجي والار على ال اطلع القيمه بتاعتي. طيب القيمه لو طالعه هنا مثلا ما هيش ايه، لا هي الار على ال ب 2 ولا هي الار على ال ب 5، ده رقم ما بين الاثنين، فانت بتجيبه بالنسبه والتناسب. طيب لو ما جبتوش بالنسبه والتناسب او وقت الامتحان ما يسمحش، فانت ممكن تعمل ايه؟ تاخد الرقم القريب من ايه؟ من الرقم اللي انت بتحسب عنده. يعني مثلا الرقم لو كان طالع عندي الار على ال مثلا ب 4.5، فانا ممكن اخد الرقم بدايه ب 5 واجيب القيمه اللي وصلت ل 5 على طول. طيب لو هو في النص مثلا طالع ب 3.5 ممكن اعمل ايه؟ اخد متوسط للرقمين ده، الرقمين دول كده. ده كده اللي انا هطلعه من هنا ده اسمه كي دي. الكي دي ده هروح اضربه في الاتش اللي هي هتكون معطى اللي هي عند طرف الحاجز، اطلع منها على طول الايه؟ الاتش اي اللي هي الاتش عند النقطه اللي انا بحسب عليها. ده في حاله السنجل بريك ووتر. طيب الحاله لو دبل، لو حاله لو دبل ان انا بقسم البي اللي هي المسافه دي كده الجاب ويتس على ال طلع لي اقل من او سوا 5، فانا بشتغل دبل. طب الدبل ده ايه بقى؟ الدبل بتلاقي منحنيات، كل منحنى بنسبه بي على ال. يعني انا لو البي على ال دي طلعت مثلا ب 2 ففي منحنى لل 2، لو طلعت ب 1 وفكه طلعت مثلا 1.75 طلع ففي منحنى ل 1.75 وهكذا. فانا عندي 8 منحنيات، كل منحنى فيهم انا هختار المنحنى اللي انا هدخل بيه على اساس البي على ال. طيب بدخل منحنى اجيب ايه؟ بدخل منحنى بنسبه اكس على ال، الاكس دي هي الاحداثي الاكس للنقطه اللي انا بحسب عندها مقاس من السنتر بتاع الجاب. انا طالما عندي خلاص هشتغل على 2 بريك ووتر 2 حاجز، فانا كده بقى الابعاد بتاعتي تقاس من السنتر، انما لو هشتغل على حاجز واحد كنا قلنا بنقاس من طرف بتاع الحاجز. طيب هنا هقيس الاكس اللي هي من سنتر الحاجز ده لحد النقطه واقسمها على ال، ده نسبه اكس على ال. طب والنسبه الثانيه تبقى الواي على ال، ادخل بيهم الايه المنحنى اطلع الايه الكي دي. طب المنحنى شكله ايه؟ ده شكل المنحنيات، ده اول اربع منحنيات. النسب بتاعتك هتلاقي ان هنا كده البي على ال بواحد، وهنا كده البي على ال ب1.64، وتحت كده البي على ال ب1.78 وهكذا. طبعا عندك 8 منحنيات على حسب المنحنى الايه اللي انت هتخش على حسب نسبه البي على ال. طيب لو انا هدخل منحنى مثلا اللي هو البي على ال بواحد مثلا، فهتلاقي المنحنى عامل ايه؟ المنحنى عباره عن خطوط منحنيه، كل خط منحني ده عليه كي بكام؟ هنا ب 2 من 10، هنا ب 3 من 10، هنا ب 4 من 10، هنا ب 5 من 10، هنا ب 6 من 10 وهكذا. طيب انا هخش اجيب النقطه بتاعتي ازاي؟ اولا عندك الخط الراس ده كده عليه تدريج للاكس على ال، زي ما انت شايف كده هتلاقي هنا اكس على ال، فانت بتخش باكس على ال النسبه اللي انت حاسبها، تخش بيها ايه؟ افقي، وبعدين تيجي تحت هنا كده هتلاقي الواي على ال، فتشوف الواي على ال بتاعتك بكام وتطلع بيها راسي. هتقابل ايه؟ الخطين هيتقابلوا بعض في نقطه. النقطة دي لو هي مثلا واقعة على الخط ده كده يبقى الكي دي ب 1 من 10، لو واقعة على الخط التاني ده كده هيبقى ب 2 من 10. طب لو ما بين الاثنين تاخدها بقى بالايه؟ بالسنس كده، لو هي في النص تاخدها مثلا ب 15%، لو متوسط الاثنين. طيب لو هي قريبة من 2 من 10 ممكن تاخدها ب 18%، 19% وهكذا. فدي كده حساب الكي دي لو انا في حالة الايه؟ الدبل بريك ووتر. هنحل مع بعض مسألة بإذن الله و ونشوف ازاي بنطلع الكي دي تاني من لو حاله سنجل ولو الحاله ايه. تمام، بالنسبه للمساله اللي عندنا، عندنا بيقول لك ان انا عندي ويفز ويز بيريد اوف 12 سكند، يعني انا عندي تي بتساوي 12 سكند. تمام، اند هايت اوف اتش تساوي 3 متر، يعني الاتش بتاعتي
اللي عند الحاجز بتساوي 3 متر. بقول لك سترايك ابون دبل بريك ووتر، يعني هي بتتجه ناحيه دبل بريك ووتر. يعني انا عندي بريك ووتر هنا كده وبريك ووتر هنا كده. الدبل بريك ووتر ده بيبقى فيه ما بينهم جاب، الجاب دي هيبقى ليها ايه؟ هيبقى ليها مسافه، المسافه دي هيقولها لك في المساله. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الانجل بتاع الويف اللي داخله على البريك ووتر دي زاويه 90 درجه. يعني انا داخل على البريك ووتر ده بزاويه 90 درجه. وبعدين قال لك الووتر ديبس ات ذا هيد اوف ذا بريك ووتر، يعني الدبس بتاعي الدي بيساوي 9 متر. طالب ايه؟ بيقول لك احسب لي الاتش عند نقطة ايه؟ في حالة ايه؟ في حالة ان الجاب بيساوي 600 متر، والحالة التانية ان الجاب بيساوي 190 متر. طيب الحل بتاعي اول حاجة الحالة الاولانية اللي هي الايه؟ الجاب بيساوي 600 متر. طيب انا عايز اقسم البي على ال، طب انا ال مش معايا، فانا هعمل ايه؟ اول حاجه ممكن استخدم طريقه الجدول لو هو عطيني الجدول في الامتحان. ازاي؟ اولا انا هجيب ال نوت اللي هي بتساوي 1.56 التي تربيع، يعني هتساوي 1.56 مضروبه في ال 12 تربيع. ده هيطلع لك بكام؟ هيطلع لك ب 224.64 متر. فتروح تحسب نسبة الدي على ال نوت اللي هي هتساوي 9 على 224.64، النسبة دي هتطلع لك بكام؟ هيطلع لك بأربعة من مية. الأربعة من مية دي أدخل الجدول بأربعة من مية أجيب نسبة الدي على ال بكام؟ بوينت 0.8329. طيب الدي على ال دي اللي هي بتساوي 9 على ال اللي هي مجهوله هتساوي 0.08329. من هنا هجيب ال بكام؟ اللي انا هجيب ال ازاي؟ ان انا ايه؟ هقسم التسعة على الرقم ده، فهجيب ال ال هتطلع معاك ب 108 متر. جبت ال اروح اعمل ايه؟ راح احسب نسبة البي على ال بيساوي 600 على 108، هتساوي 5.55. 5.55 اكبر من 5، يبقى انا هشتغل سنجل بريك ووتر. طيب اشتغل سنجل يبقى انا مطالب اعمل ايه؟ اولا هحسب الار، وهحسب الار على ال، وهحسب البيتا، وايه؟ وهشوف الثيتا بكام. طيب يبقى انا عندي المساله الجديده ان انا عندي حائل او حاجز كده، الحاجز ده عندي هنا نقطه الايه، الاحداثيات بتاعتها قالها لك في المساله ان انا عندي احداثيات النقطه 650. لو انا عندي ده سنتر الجاب اهو، فمن السنتر ده كده طبعا الحائل الثاني هنا كده، فمن السنتر ده قال لك ان انا عندي الاكس ب 650 متر، والواي ب 350 متر. طيب الحاله دي انا كان عندي الجاب بكام؟ الجاب ب 600 متر. فعشان اجيب الاحداثيات دي من النقطه دي اللي هي البدايه بتاع الحاجز، فلازم اطرح المسافه دي. فانا عندي 650 اللي هي المسافه كلها، طب دي نص الجاب، الجاب ب 600 يبقى المسافه دي قد ايه؟ 300 اللي هي نص ال 600. طب 650 ناقص 300 هتلاقي ان الاكس الجديده معاك طالعه ب 350 متر، ويبقى الوصله اللي هي المسافه دي كده لحد هنا بنسميها الار. طيب الار هتطلع بكام بقى؟ الار هتساوي جذر التربيع ل 350 تربيع زائد 350 تربيع، هتطلع معاك الار
ب 495 متر. طيب بالنسبة للبيتا، البيتا قلنا بتساوي تان ماينس 1 الواي على الاكس. طب الواي بكام؟ 350 والاكس ب 350. من هنا هتطلع ان البيتا ب 45 درجة. طيب بالنسبة للسيتا، السيتا هو قال ان انا ايه داخل بزاوية 90 درجة على ايه؟ على الحاجز بتاعي، يبقى السيتا بتساوي ايه؟ 90 درجة. طب احسب بقى نسبة الار على ال، الار بتساوي كام؟ 495 على ال بتاعي اللي انا كنت حاسبه بكام؟ ب 180. هتلاقي نسبة الار على ال طالعة 4.58. ادخل الجدول مش هلاقي 4.58. طيب احل الموضوع ازاي؟ هلاقي ان انا عندي اللي في الحتة دي كده، هلاقي ان انا عند نسبة عند ار على ال بتساوي 2، المسافة دي 2 من 10 اللي هي القيمة بتاعت الكدي. طيب عند ار على ال ب 5 هلاقي ان القيمة بتاعت الكدي ب 13 من 100. ف التغير بيبقى ايه؟ خط كده. انا عايز احسب عند كام؟ عايز احسب عند 4.58. فهنا كده هتبقى 4.58. انا عايز احسب المسافة دي بقى، المسافة دي هتبقى الكدي اللي انا عايزها. طيب الكدي بيساوي ايه؟ هتلاقي ان الكدي بتساوي لو انت مديت الخط ده كده على استقامته، فانا عارف ان المسافة دي 13 من 100، دي اللي هي دي، فيبقى انا عندي دي كده 13 من 100 زائد الايه؟ الحتة الصغيرة اللي باقية دي اللي هسميها مثلا اكس. هجيب منين الاكس دي؟ بالتناسب. انا عندي المسافة اللي هي اكس على الطول اللي هو بتاع القاعدة بتاع المثلث ده هيساوي المسافة دي كده على الطول الكل بتاع الايه؟ المثلث. طيب يبقى انا عندي اكس على المسافة دي. طب المسافة دي قد ايه؟ انا عارف ان كل دول 2 من 10، اطرح منهم 13 من 100، يفضل لك هنا ايه؟ 7 من 100. يبقى الاكس على 7 من 100 هتساوي المسافة دي اللي هي 5 ناقص 4.58، يبقى 5 ناقص 4.58 على المسافة كلها اللي هي 5 ناقص 2. من هنا هتطلع الايه؟ هتطلع الاكس. هتلاقي ان الاكس معاك بتساوي ايه؟ هتساوي 5 ناقص 4.58 كل ده مضروب في 7 من 100 على 5 ناقص 2. من هنا هتلاقي ان الكي دي بيساوي 0.1398. انا جبت الكي دي على طول اروح اعمل ايه؟ يبقى انا كده الكي دي بتساوي 0.1398 على طول اقوم رايح اقول له الاتش عند نقطة ايه بتساوي الكي دي في الاتش عند الرأس بتاع الايه؟ بتاع الحاجز. يبقى هيساوي 0.1398 مضروبة في الاتش اللي هو كان عتها في المسألة بكام؟ ب 3 متر. هتساوي 0.419 متر. ده كده الحل بتاع الجاب لما تكون بايه؟ ب 600 متر. ده كده الجزء الاولاني. الجزء الثاني اللي هو البي بيقول لك ان انا الجاب اللي عندي ضيقتها لحد ما وصلتها ل 190 متر، انا كنت شغال ان الجاب 600 وجبت قيمه الاتش. طب لو انا ضيقت الفتحه هل قيمه الاتش هتتغير؟ طبعا هتتغير. طيب ايه اللي هيحصل؟ اولا هحسب قيمه الايه؟ ال ال، احنا حسبناها المره اللي فاتت وهي نفسها ومش هتتغير، فانا هقول له في الحاله دي ان ال ال هي بكام؟ ب 108 متر. طيب ال ال انا كنت هحسبها من الجدول. طيب ال ال دي لو انا ما عنديش جدول فانا هعمل ايه؟ قوانين الشابتر اللي فات اللي قلنا عليها ان احنا هنقول ان انا احسب الدي على ال نوت اللي هي كانت طالعه بكام؟ ب 4 من 100. راح اخد ال 4 من 100 دي واشوف انا في انهي ايه؟ في انهي زون، وراح اجيب منها ال ال في الجديد على حسب القانون ايه؟ القانون بتاعي. طيب جبت انا ال ال باي طريقه. طيب اعمل ايه بقى؟ هبتدي احسب البي على ال ال، هتساوي ال 190 على 100 وايه؟ على 108. هتلاقي ان البي على ال طالع معاك بكام؟ بواحد 1.759. طبعا اقل من 5 يبقى انا هشتغل دبل بريك ووتر. طيب لما اشتغل دبل، قلنا عشان اشتغل دبل وراح احسب حاجه اسمها الاكس على ال، وراح احسب الواي على ايه؟ على ال. طب الاكس على ال بتساوي ايه؟ هتساوي
المسافه اللي هي من سنتر الجاب لحد النقطه بتاعتي. اتفقنا ان انا لو هشتغل دبل فانا بشتغل من سنتر الجاب، لو هشتغل سنجل بشتغل من الايه؟ من الراس بتاع الايه؟ بتاع البريك ووتر. فانا هشتغل من السنتر اللي هو جايبها لك مباشر ب 650، يبقى 650 على ال اللي هي ب 108، ويبقى الواي بتساوي ال 350 على ال اللي هي 108. هتطلع النسبه دي هتطلع معاك ب 6.018، وهتطلع النسبه الثانيه ب 3.24. هدخل التشارت بتاعي، التشارت بتاعي هلاقي ان انا هدخل بنسبه البيع على ال ب 1 بوينت ايه؟ بواحد بوينت خمسة، واحد بوينت خمسة، واحد بوينت سبعة ايه؟ سبعة خمسة تسعة. فهلاقي ان اقرب واحد من التشارتات اللي موجودة عندي هو انهي واحد؟ هتلاقي التشارت القريب بالنسبة لك اللي هو واحد بوينت سبعة تمانية، ده اقرب التشارت ليك، 1.78. هدخل التشارت ده اللي هو 1.78، هطلع منه بايه؟ هدخل بنسبه الاكس على ال اللي هي ب 6، وادخل بالواي على ال اللي هي ب 3. هلاقي النقطتين بيتقاطعوا فين؟ النقطتين بيتقاطعوا في المنحنى كده. يعني انت لو لقيت المنحنى بتاعك كده، المنحنى بالشكل ده، كده وعندك النسبة دي كده 2 من 10، وهنا كده 4 من 10، وهكذا. دي الكي دي، دي الاكس على ال، ودي الواي على ال. فأنا لقيت إن الاكس على ال طالعة ب6 فتقريبا جاية هنا، والواي على ال طالعة ب3 وشوية فتقريبا جاية هنا، فالنقطة واقعة هنا كده، هنا. أقل من ال 2 من 10، أقل بقد إيه؟ ده جزء تقدير. فانا تقريبا هاخد ان الكي دي بواحد ايه؟ 1 من 10. ممكن حد تاني ياخدها ب 15%، ممكن حد تالت ياخدها ب 5%، ايا كان. المهم ان هي اقل من ايه؟ من ال 2 من 10، لان انا مش واقع على ال 2 من 10 ولا قريب منها عشان ايه؟ اجيب رقم قريب منها. فمن هنا على طول هطلع الايه؟ طلع الاتش عند نقطه ايه؟ بتساوي الكي دي مضروبه في الايه؟ في الاتش عند التب بتاع الايه؟ بتاع البريك كوتر. يعني هيساوي 1 من 10 اضربها في الثلاثة، يعني هتساوي 3 من 10 متر. ده كده الجزء الثاني من المسافة.